عندي مخمل، انا اللي تنديو من المدرسه، انا تنبات انا وياهم تحت القنطره، انا متشرد انا وولادي، كنا عارفين بيتي انا تحت القصب تحت القنطره، تنقابلهم تجيهم تنشاحن اللي كذلك كنشوف يعني المغرب خيانة، العربي كامل يعني اخويا الخيانة الزوجية، يعني بسيد مزوج، باقي على الذمة ديالي، باقي مزوج على الذمة ديالي. سيدة عنده معاه 3 الوليدات، هربات عليه هذه 3 شهور. السبب غنخليوها يقولنا السبب علاش وكيفاش. تتصدم كيلقى بعض الفيديوهات مديالها في عبر تيك الصفحة توك الأزرق أو التيك توك، كيلقى شي فيديوهات يعني المحكمة، محكمة ابتدائية بتمارة. السلام عليكم سيدي، سلام سلام خويا مشرف، شفتك. طارق، مرحبا، مشرفين اخوتي المغاربة في داخل المغرب وخارج المغرب. معكم الاخ سيف الدين المعيزي. معكم الاخ سيف الدين المعيزي. سيدي الكرام، بلغتي المجد البنت وهذه وما عليناش انا، وتزوج بها اخويا، بغيت قدر الظروف بان باه مطلق من ما وما مكرفصه، وتزوج بها ونويت معها الحلال وكبرت معها 3 الدراري، وفي الاخر تلقاها تتكمي خدمات في واحد لوزين هنايا في الصخيرات. حيت ليها قبل ما تزوج بها باش كانت معها 18 عام تقرب سيدي، راه كان عندنا 18 عام راه و8 سنين ديال الحلال ديال العقد. العقد اخوتي، العقد ديال الزواج 2015 شهر 4 ولا ما نعرف شهر 5، والله ما بقيت عاقل بالله. يعني تزوجتو بالوثائق قانونيا؟ وثائق قانونيه هي دابا الشكايه الاولى ديال الوكيل المالي في السيديات، مدفوع على السيديات ديال المنصه اللي تدير، وهذا السيد الاكرام بلغيني تقول لك الناس اللي تتعاوني انا ما يكتبوا في المنطقه، راه تعرفوني مزيان، تنخدم تنصور في 600 درهم 700 درهم، كاع عندي طبيب بورطو تهرس هو في كله في 31 ديال هم يقولوا في فمهم ويشهدوا، واليوم الدار الاخرى اللي نزيد عليها شي حرف. حصلتها عامين هادي كنطران في الصخيرات، حصلتها تتكمي، تندخل للدوش تلقى كلوريكس، الدراري بعادين عليهم هذيك البلاصه الشامبوان فين تتحط كلوريكس هي. بقيت حاضر واحد 3 ايام، دخلت على البيت النعاس طويل الحوايج، انا راجل انت راجل قال لي
مادة الليل واش تقول انا بغيت الظلام انا 18 عام الاشهر عاد تزوقي لي يا ولادي تتزوق تتفيق مع الثمانيه تنقول لها فيقيني نشد الحوت يلا نقاد باش نصور بالطابه باش نترزق والله يعني هكا وجهها ضيع باش نمشي وجهها ولاد الليل انا باغي اخوتي المغاربه تتوسل ليكم راه انا راجل قانون ماشي قاري القانون وعارف شنو راه هاد السيده راه باقا ما مطلقاش راه الجلسه الاولى 17 10 يلا دابا 15 يوم ما كاملش ماتت علاش حيت هما حسبوها ماتت يعني حنا كما جينا سمعنا من الوليدات راه سمعتي اخويا بثلاثه تيقول لك ماتت اخويا طارق تيقول لك وراه الطوب اخوتي وسمحوا لي على هذا الكلام طوب راه حيوان خلقنا الله بحالنا بحال راه تتولدوا مستقادو وستتهزهم من الماء يخرجوا للتنفس باش يعيشوا المشاة تتولدوا قرب لها الولادة يقمشوك الرجال اللي تيهربوا ماشي العيالات ولكن ما خاصش تكون ما كنتش كنقرا معاها كنت نخليها هي ولادها ونمشي نكريبيت فحيت ما نقدرش انا نجلس مع وحده تشرب وتتكمي اخواتها واش هذاك امو تشرب حدا كي بغيت يطلع يطلع الجناوه يطلعوا يبيعوا الحشيش شنو انا ما تنطلب والو رجال الامن الله يكثر خيرهم والله يكثر خير السي الحموسي والله يكون جلالة الملك داير خدمة ولكن هاد السيدة عنديش بغا بيمو ما عنديش كان دير كان فشلاتني قتلاتني فكان طراهم فلوسي دات لي فلوس دات كل شيء ومشات اش بغات عندي هاد السيده داير فيها الخير وفي الاخر تدور لي بالليل بريفي وتتعطيني هذاك اللي ما تيبقاو يسبوا فيا ويعيروا فيا وكاتبه في الشكايه ورسلوا لي الدجاجه هي اللي هزات لي الدجاجه تعرفي في بزاف ديال
شوفوا في هذا الوليدتين، شوفوا في هذا الوليدتين. الام ها هو الدري الصغير حشوم عليه وعق الله خاصو العنان بثلاثه خاصو العنان ما كرهتش البنان باغا باغا جيت تقول انا ندير مسكين مع ولدي شي شدوا بهذا الشيء قلوب محسنين. شوفوا من حال هاد الوليدات، شوفوا من حالي راني تقهرت راه اخي. وصلت تي داير اخويا سي في الدفاع وتي في كواليس هذوك الفلوس كنتي جامع وناوي باش دير شويه دوير الزمان دير كلشي. راه مشات دات كلشي ودات دات لي حب وتبن داتك فلوس دات لي عقلي دات لي ظهري بدا نعس لي ثمانية ويا خارجة. واللي بغيت نقول اخوتي المغاربة الله يرحم الوالدين اللي تتكريو هذه راه سميتها اكرام ما بغيتيش وعندك الزواج والفيديو اللي وريتك هو ولا هي ولا اخر في التاكسي بالليل تنقلب في التيك توك تلقيتهم غاده مع النقابه وتتغني هي وياه وتا هو وريتو فيك اخويا راه هو فوق الصويا عندك كلشي عندك اخويا طارق جزيهم بخير وتطلبهم من المنبر الله يرحم ليكم الوالدين لا رجال الامن لا رتبه كبيره لا رتبه صغيره لا وكيل لا رئيس لا حكومه كامله لا جلاله الملك لا كل شيء بغيتها حقي من هاد ماشي كون كنت انا وياها وما والدينش ومشات ما يهمنيش المشكل وتفسد ما يهمنيش المشكل ولكن المشكل شنو هو دائما يقفوا عليا ولادي يقولوا لي ما بقيتش نقول واحد المنطقه تيقولوا المغاربه حاجاكم شي الدفله اخوتي حاجه هاد الهضره اللي نقول لكم زايده فيا لا انا لا ولادي الدراري راه كلهم حالين فمهم راه باغيين كسوتهم باغيين هادي وانا دابا ما لاقي فين الناس وتنعس تحت من القنطره يلا اخويا طارق نوريك فين الناس دير تشابوله الا بغيتي تجي يلا نوريها لك دير تشابوله دير تما حصيره دير الكارطون الدراري ناعسين وانا بيت عساس عليهم الصباح تنديهم للمدرسه عاوتاني تنجي ارتاح عاوتاني واحد شويه على ما يخرجوا عاوتاني وحده نجيبهم عليكم الوالدين ما بغيت حتى شي حاجه انا هاد السيد هادي ما بغيتش ندير معاه شي حاجه خايبه
باش انا نخلي الجور وانت نتبع الجالوق نخلي ولادي يبقى هي تابعه في البيوت وهي شوف هي تتمشي امها اللي تدعمها شاد هي ديجا والدها بنت كبر من ولدي سميتها مروه مع واحد لا وراق لا والو وراق عند امها من ربي يستر البحر ما بقيتش انا خدام انا عقلي ما بقاش عندي دابا صاحبي تقلب على غير هي ولكن لا لقيتها ماشي شخص تقدر يعني انت تقول لي انك تابع القانون ما بغيتش صاحبي تابع القانون انا تابع القانون لا تبقى تابع هي والدراري لما نخليهم انا معاهم وحاصل لما نخليهم والناس تيتعسفوا لي غير الناس يتحنوا هذا الشيء والناس تيتعسفوا لي اقسم بالله الناس تيتعسفوا لي ودخلتهم وطلبت منهم بحال من زمان ولا الجامع ولا اني في الاخر انت حاولت حاولت اخويا حاولت حاولت معاه حاولت معاه كنت ما تنصبرش على كاس يبقى ولت تنصبر على الخنزة على حاجتكم اخوتي المغاربه ولت تنصبر على الفلانة ولا لما قلت لهم لما فهمتي باش تشدي ديك الحمام شحال تشدي ديك المره شامبو راسك قولوا لي قولوا لي اخوتي مره واحده وهي شحال تشدي بزاف فيديو
عندك زهرات خويا سيف الدين، خويا سيف الدين انت عندك زهرات، مازال عندك الزهرات راه هادشي داير يقيني في الله وفي خوتي المغاربه وفي الله وفي رجال الدنيا في العم وفي رجال الدنيا يكون 31 اثنين عندي في الجلسه الثانيه. علاش؟ الله يرحم لينا الوالدين، هذيك السيده هذيك الرئيسه اللي في قضاء الاسره تفهماتني باش شافت الوليدات وشافت هذيك قلت لها فكيني منها في اقرب وقت وعطاتني جلسه مقربه من 17 ل 7. فهمتيني اخويا 20 يوم ديال الجلسه القضاء داير يخدم تتيق في القضاء المغربي وتتيق في الدولة المغربية نحب خوتي المغاربة اللي هنا في داخل انا واحد فيهم نقرا كل ما كليتوش ها دخلنا عليك بالله يا بني تيقول عبد الرحمن تناكل ولا ما كليتوش حتى ياكلوا عاد تناكل والله ما شبع ولا شبعت وفين ما ندور فيكم الجوع سيف الدين واحد الاب اللي هو صالح الحمد لله وليدك وليداتك باقيين صغار والناس يضربوا لي البوجور تيقول لي بحالك ما بقاوش انا ما جيت انا ما جيت صوت معك حتى لقيتك تتسنى ديال المدرسه
كنقول لها انا نزلو كان عندي راه 4 ايام مره راه ما كاينه ما كاين بقى ما مطلقاش راه تتفسد. بغيت حتى شي بيت نتخشى فيه انا وولادي حتى انا نفيق الصباح ولادي يغسلوا يمشي يدخلوا حاشاكم للطواليط تيقول لك لا ما عند البيت دير قدا وقدا ودي راه ما عنديش الثمن هذا انا نقد نتسلف 10000 6000 هادي ولكن تيقول لك ما عندي ما ندير لك اخويا انا راه تنكري راه داير بيت باش نترزق الله وانا راه ما لاقي فيه الناس راه اقسم برب العالي الا بغيت اخويا طارق الولاد اسمع راه عاد شي نقبل ما صعبش على الوليد حتى هما مسكتي باتو في البرد يعني و حتى انا غطيهم وتنطلع فوق منهم انا يحظى الخيريه هنايا في الديرين هذه رساله لجميع الحقوقيين جميع الجمعيات يعني كما قلت لكم سيف الدين حسبوا الاخم ديالكم لان نحب لكم الوالدين الرقم ديالي انا نعطيه لكم عاودنا الرقم سيف الدين 07 19 89 40 76 اللي تعرفوني راه يكتبوا في الكومونتيرات بان راني كنت معيش عيشه كريمه ولا لا الشهر مرت من هذاك مرت فلان مرت من هذاك هي ولاد من هذاك ولاد فلان ولا ما بغاش الحمد لله واش قبل ما انا اسلام انا عبد الرحمن انا لامية واخا تكوني صمت وصل وصلت تحنني بغيناك توصل اذا متابعي الكرام متابعين شفتي تبين كما كتشوف الحلم ديال هذا الاب يعني حاله متساويه هذا العيد اللي فات هذا العيد هذا تنتم صافي خليك السيف انت راه رزقي
كنت بيعهم الشري. متابعين الكرام، يعني كما كنشوفوا هاد الحالة المأساوية في الله، هاد الأب يعني كما تنقولوا بأنه الزوجة يعني كانت صغار. شحال عمرك ولدي؟ شحال في عمرك بابا؟ زيد في 2014 شهر 9 في 14. يعني كما كنشوفوا الطفل اللي هو مازال صغير عامين ثلاثة أطفال 2016 2014 يعني 2018 ما بقاش هذاك حب الأم. كتسمع الأبناء تيقول لك الأم ديالنا ماتت. أنا ملي جيت دخلت قلت لهم الأم مازال، قلت لي علاش؟ الأم ديالك ماتت، قال لي غدا عند هذا وغدا عند هذا، راه الوليدات غيكبروا، واحد النهار غتجي غتشاقي لهاد الوليدات غتبغي تشوفيهم، غتلقاي هاد الولاد ما عمرك تشوفيهم، غتلقاي هاد الولاد هادو بانهم تيقولوا الام ديالنا، الام ديالنا راه ماتت، راه ما غيبقاوش هاد الولاد باغيين يشوفوك. اما دابا ما تيشوفوكش. رسالة. نهار مشيت للمحكمة ودزت عند بغيت نشوفها واش كاينه في دارهم عند ما اش عيطت لها وربي شاد عليها. انا ولدي جا وراني الفيديو وكيبغيتوني مقابل عقل اخوتي المغاربه. انا مزوق فيكم، راه بغيت ندير حتى مشكل، راه ندير شي كارثه راه ما عمرها كانت، وما بغيتش، راه ما بغيتش. كنعرف بيني وبين الله، ودير يقيني في العداله، ودير يقيني في الله، ودير يقيني فيكم اخوتي المغاربه، تعاونوا معايا. الله يرحم لكم الوالدين. انا ما باغي والو، باغي هاد الوليدات هادو نلقى باش نعيشهم، ونلقى باش نكون معاهم. انا راه ولد باب الله، ربي اللي عالم بيا، وفاس حار تنخدم، تنخدم انا فاش ما واليني تنخدم، خدمت انايا في القوادس، ما خليت فاش خدمت، خدمت شركات يدية فرايور، ما خليت فاش خدمت، فاش ما جا بلا تنخدم. ثلاثة أطفال اللي هما تيقول لك بأن الأم ديالنا ماتت، الأم ديالنا ما بقيناش يعني هما مازالين صغار، وكيقول لك الأم ديالنا نسيناها، ما بقاش الأم ديالنا الله يرحمها. تنتمنى جميع المسائل تتبع القضاء، كنت نتمنى باش يتم القبض عليها. باش وقت اخوتي انا ندعوك فيكم، راه اللي شي راه عطيتكم السنسيه، عطيتكم شكون اللي راه الا بدات دابا عارف راه السنسيه السيدة اللي معاها في الحقيقة من السيدة اللي مرة قلت له الطاقة الوطنية رشيد يوم واحد في كثير قطعنا وسنة مرة
بأن الزوجة خانته وخانته يعني لا فدات لي رزقه لا يعني خرجت بعض الفيديوهات في التيك توك بعد ما بعض الاشخاص اللي يعني بالكحول يعني جالسين ناشطين واحد تجلس مع الاصدقاء تجلس مع الاصدقاء يقولوا لي واش يعني شفت الفيديو باش ندير مرتبه ديالكم واحد انسان اللي ما في حالتوش كيبات في الزنقه دابا وثلاث الوليدات تصبح متشرد بعد ما الزوجه خانته لا في الفلوس ديالو لا في العقل ديالو تيوق العقل ديالي انا طار غنخلي لي الرساله الاخيره باش نختموا اللايف خو طريق ما نكذبش عليك من النهار مشات 12 كيلو اللي طاحت مني ما تناكلش وما تناش تصور اللي تيبات مقابل ولادو الليل كامل وما ناعسين وحاضيه خوتي المغاربه راه حدايا السكه قسما بالله راه حنا دم ولحم راه حنايا راه دم ولحم خوتي المغاربه الشيطان اخضر شحال حطت شفتي خوتي المغاربه المغرب العربي كامل ما يتقبلش خيانه الزوجيه راه خيانه الزوجيه وبالبروف وبكل شيء ومسامحه في ثلاثه الدراري وانا اب لقاو عندي الكبده عليهم مقابلهم وربي لي عالم بيا دات لي رزقي ودات لي كل شيء وحمقاتني في عقلي ورثت لي عنده واحد الباك هنا وعنده شمه هنايا وعنده واحد ثلاثه ضربات هنايا ضربهم في يديها
وزادت دابا انا شتا عاوتاني في التيك توك واش ما واحد واش ما هنايا فهمتيني اخويا، وعندها الصنطيحه دابا هي وتتلصق الشعر ما عندهاش الشعر وتدير كل مره واش ما وكل مره واش تدير وليدات مخليهم لي سنان الحليب، سنان الحليب باقيين سنانهم ما بدلوهمش. الشخص غيشوفها يدير على وجهها، دير على وجه اخويا ولا اخويا ولا اختي اللي تعرفوها. شوف هو في المرايا نعاود نكرر 17 8 دور ليا وانجي، حيت رجال الامن قالوا لي انت خاصك دير خدمتك زعما نقلب عليها، وانا ما يمكنش ليا نخلي ولادي ونبقى تابعها هي نقلب عليها، راه ما يمكنش ليا. كي ندير واش نبقى نقلب عليها ابي انايا على رجليا؟ كي ندير نقلب عليها الدنيا عمرات؟ كي ندير نقلب عليها وهي تتش الطاكسي؟ ونزيد نضيف ليكم خويا طارق الفيديو اللي ورجتك ديال الطاكسي راكبين في تيك توك، تنقلب ما عنديش التعبئه، عندي شي دقيقه في التعبئه، تنقلب في تيك توك حتى تنطيح فيها. انا عرفت ليها لاباج ديالها دابا ديال تيك توك، تنقلب في تيك توك جاوتني فريق كنصاصات الليل دبرت على تعبيع عاوتاني صونيت ليهم جاوباتني، ماشي هي التليفون ديالها اللي جاوبني ولاني الاخر. راكم عارفين اخوتي المغاربه الليل والظلام في التليفون والظلام في الطاكسي، هز التليفون جاوبت هضرت معاه قال لي شكون هذا؟ قال نكراتني، قالت لي ما تنعرفوش. واش هادي يا اخوتي المغاربه؟ واش يمكن ليها باقا تبقى حيه معانا في هاد الدنيا؟ ولي خاصها تكون كاع معانا في هاد الدنيا. هادي هادي تطيع الكرامه ديال المراه المغربيه والمراه العربيه. وانتم اخوتي المغاربه ما تشوفوش فيا انا سيف الدين، شوفوا شوفوا في عبد الرحمن وفي الاسلام وفي الاميه الاميه تبارك الله. الوليدات راه جوار ما كرهتش لي مؤسسي هنا عندما تقول لي لا تقول لي لا تقول لي لا ترجمة
ديالك راه ديك المره بالخاص حاولوا تجيو كوم زياده في فيها الوليد لو محلي فمو مو معنى عندي في انا هو ما مكرات تقلب عليها تخلي الامن يقلب عليها ما نسيت انا دابا باش هي في الامن نسيت اخويا طارق انا الامن انا تايق في الامن انا الامن على راسي وعيني تايق في الامن اي دير خدمتهم انا ما كرهتش دابا اللي رافع عليا الوليدات باش ما نخدم ما خدامش تا خويا طارق الله يجازيكم بخير اخوتي المغاربه الله يرحم ليكم الوالدين الله يجازيك بخير اخويا طارق اذا متابعي الكرام وليدنا وليدكم شوفوا اش فيا انا شوفوا في هذوك الوليدات جمعيات محسنين فاعل الخير قلوب الحنانه الله يرحم ليكم الوالدين متابعي الكرام متابعي شوف تي في كما سمعنا في اللسان هذا الاب يعني سي في تي في يعني بعثي وبعد البركه في الجامعه بدات لي كل شيء خلال الله كريم شفت عاوني عندي ما عش معاها عطيتها ظهري وغدراتني الله ياخذ فيها الحق اخوتي بعد الفيديوهات اللي ما مخلي الحياة عبر التيك توك فيديوهات اللي جالسه مع بعض الاشخاص وحاطين الشراب بعد الملابس اللي كما قلت لكم الفيديوهات يعني فيديوهات غادي نحقق غادي نبدلك والعقل يبقى ديالك زعما باغا تنتقم مني هاد السيده وانا داير فيها الخير اخوتي اش بان لكم في هاد السيده هادي وتتصوني ليا بريفي جوج الليل ثلاثة الليل توليت تنطفي انا التليفون كاع باش ما نجاوبش باش ما نمرضش باش ما باش ما نعرف انا فايق وراقي في التليفون باش نشوف البريفي وما كاينش شي تصوني البريفي ما نقلبكم على وجود الخائن الله ياخذ في الحق وانا بغيت شي مخزن وليش الامن يشدوا طرف اقرب الوقت راه داير فيهم شي حاجه علاش شي جمعيات شوف وليدات مع وليداتي شي محسنات عندها شي محل دير معايا زوا تنباتها في الزنقه واقسم برب العالي تنبات جنب السكه وحق الليل الحق اخوتي المغاربه الله ياخذ الحق اخوتي المغاربه متابعي الكرام متابعي شوف تي في يعني صراحه الله يعني قصه مأساويه قصه اللي ما شوف كل شيء يعني انا عندي الجوهرات متابعي كرام متابعي نشوف تي في كنتمنوا من شي جمعيه او شي حقوقين او شي محسن او شي يعني صاحب شركه باش يتصل بالاخ تي في الدين وشوفوا تقول لهم علاش يقول لك الناس سمحات فينا هذه رساله حتى الام بان غتخلي ثلاثه الوليدات
راه حشومه عيب وعار. متابعي الكرام متابعين شفتي نقول لكم استودعكم الله. شكرا.